وللحديث عن فساد القطاع الطبي في العراق وتهديدات الدول المانحة بوقف تمويلها بسبب عدم الشفافية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. بحسب مؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية، فإن الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة في العراق هي الأقل قياسا بدول الجوار. برأيك لماذا تخصص الحكومة في بغداد ميزانية هي الأقل في المنطقة مقابل تخصيصها ميزانيات ضخمة لقطاع الأمن مثلا؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله سيدي العزيز. هذا خذ سؤال القضايا الأمنية. احنا دولة بوليسية وليس دولة صحية، دولة بوليسية. شوف أنطيك بس مثل بسيط. نعم. الطبيبة راتبها 400 دولار، والشرطي أبو الـ FBS اللي يحمي يقف على باب الطبيبة يأخذ 700 دولار بالشهر. هذه أنطيك إياها وحدة. وحدة ثانية من تأشيد على اعتداء على أطباء. نقيب أطباء العراق قبل أسبوع 3 أطباء يدخلون عليه تابعين إلى أحزاب سياسية حاكمة، تفهم علي؟ يضربوه ويكلمون عليه الضرب ويروح للمستشفى يخابروهم ممنوع تشكوه وممنوع تدخلوه تعالجوه، حطوا له ضماد وطلق. هذا جزء من المآسي. احنا شوف هسه الفساد هذا اللي تحكوه. تدري انت شركات الأدوية المعتبرة سيبا وقاج وغيرها وغيرها كلها غادرت العراق لأن يريدون منهم كوميشن؟ هذه مآسي العراق. انت شوف هسه اليوم جاني تقرير من السماوة ومن البصرة، اجهزة طبية من 2014 مستوردة ومركونة على صفحة ما مستخدمة لان ماكو فولو اب. زيارات المسؤولين في وزارة الصحة والجسمة الكوادر الادارية لوزارة الصحة هم فاسدين. كل شغلة ما تقدر تشتريها انت اذا مو كوميشن. شوف المواطن العراقي البسيط، يعني انا طبيب، هذه البطاقه اللقاحات البطاقه التلقيحيه يسموها البطاقه الدوليه مقابل 25 دولار 30,000 عراقي، 30,000 عراقي يلا تعطيه زين. طيب انا عندي كارت مال تلقيح ما اخذ 3 جرعه، ليش تاخذ من عندي 30,000 بالسفر؟ هذا جزء يعني باي باص نسميه بالجراحه باي باص، يعني من بدال ما ياخذون فلوس اللقاح ياخذوه من عندك بطريق اخر. طيب هذا باب من ابواب الفساد. فيا سيد العزيز يا سيد العزيز، القطاع الصحي والقطاع القضائي وكل الأهابة في ظل من الاحتلال الى الان لا زال سيئة جدا. طيب اذا عدنا الى الميزانية، برايك يعني هل الميزانية المخصصة الى قطاع الصحة في العراق قادرة على الإيفاء بالجهود اللازمة لتقديم خدمات طبية وصحية مقبولة بالمقارنة بدول المنطقة ودول الجوار؟ انا ليش تقارني؟ انا اقارني انا هسه مستشفى بالاوادم ما عندي بالعراق، لا تقارن بدول الجوار، لا تقارن. احنا الاسوء بدول الجوار الاسوء. اذا ما كنت هاي الصومال اللي ما تعجبك غزه 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 اللي تحت الحصار وتحت الدنيا، ها مستشفيات افضل من عندنا تقدم خدمات. فانت لا تجي تقول لي تقدم خدمات. شوف ميزانيه وزاره الصحه، انت تدري كل مواطن يوميا من يفوت للمستشفى يقص باص دولارين ونص، دولارين ونص 3000 دينار اجور الكشف 3000 دينار. نعم. شوف انا عندي طبيب معتز نواف اخصائي جراحه، جدتي فقيره فاته يشتغلها مستشفى يوم الجمعه مجانا. المدير يقول له هاي ما يصير تشتغلها مجانا الجمعه لازم بالنقد. اجى الطبيب دفع من عنده 450,000 يعني ما يعادل 300 دولار اشتغل العمليه مجانا. هذا الطب العراقي. احنا وزاره الصحه مأساة عندنا. طيب مو صحه. دكتور، الدول المانحه اليوم تهدد بوقف تمويلها بسبب عدم وجود شفافيه، لماذا الوزاره في بغداد تماطل في تطبيق الحوكمه الالكترونيه التي تطالب بها الدول المانحه برايك؟ والله شوف الدول المانحة أحد أسباب العراق ومآسي العراق من الدول المانحة. إحنا وصلنا رسائل للدول المانحة للدول المانحة هاي الأدوية والدنيا والدعم لهذه هذا اللقاحات
الدعم سلطة وليس دولة. احنا ما عندنا دولة، نقطر السطر حتى تصل الرسالة. احنا ما عندنا دولة ولا عندنا دولة مؤسسات، عندنا قمع، سلطة قمعية، سلطة بوليسية، فهمت علي؟ هسه عدد نفوس الرجال الأمن والأجهزة الأمنية والدنيا أكثر من عدد الكوادر الصحية. نعم. يعني قلت لك يعني الدول المانحة إذا فعلا، أنا ما أدري بقول لك، السفير الأمريكي اللي هنا القاعدة على أساس هو هي تدعم السلطة، لأن هم جابوا هم يدعموا، هم يعرفون أكو فشل وأكو فساد وأكو كل شيء يسوون، هم داعمينهم. الدكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النشرة الإخبارية أو في هذه الجولة.